مرحبا حبايب الغالي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. الفيديو اليوم من سلسله التجارب اللي كنا نسوي بها دائما، لكن اليوم عندنا تجارب حلوه وقويه، خليكم مستعدين لها. لكن قبل لا نبدا الفيديو ابيكم تروحوا تضيفوا الحساب مال انستغرام الجديد هذا وتزوروا السايل يقول جيناكم من اليوتيوب. ينطلقوا. طبعا كل يوم توصلني منكم تجارب هواي، بس انا اخترت تقريبا 5 تجارب راح اسوي لكم اياها، وباقي التجارب راح اسوي لكم اياها بالفيديو الجاي. ولا تنسون دائما تزوروا تجاربكم على الانستغرام هذا قدامكم حتى اصور لكم اياها. تعالوا خلينا نشوف اول تجربه. هاي اول تجربه على اساس انه يجيب بطل ويخلي فوقك لنسى ويقلب البطل، فالمي ما راح ينزل. تعالوا خلينا نجرب ونشوف هذا الشيء صدق لا كذب. فانا ايش سويت؟ راح جبت هاي البربيكان. ليش؟ لان انا احبها. عم بعد تصوير اشرب. يا رب تنجح، يا رب تنجح. ما عم تحسون اكو شيء غلط بهاي التجربه، لان انا جربت كلينسا واثنين وثلاثه واربعه وما يفيد. اعتقد اذا بقول البطل فارغ اكو غش بالموضوع. المهم هاي التجربه غلط ما تصير. المهم خلونا من ذيك التجربه تعالوا على التجربه الثانيه وخلينا نشوف. هاي التجربه الثانيه شوفوا قدامكم. اجيب الطابق اللي بطل. حلو، تعالوا خلينا نجرب. وهذا البطل تعالوا هو خلاه هيك. وهاي الفكره الثانيه مثل ما شفتوا بعينكم هم ما نجحت، يعني والله العظيم ما اعرف منين يجيبون هاي الافكار. طبعا اكو غش كلش كبير وبهاي اللي يسووها، لان ما اعتقد اكو مصداقيه بهذا الموضوع، وتقدرون تجربون وتشوفون هذا الشيء بعينكم. المهم بقيت عندي تجربه اخيره وهاي التجربه بلكي تنجح. تعالوا خلينا نشوفها. تعالوا خلينا نجرب ونشوف صدق لو كذب. تشوفون هاي الشمعه وتعالوا نجرب. شو طفت؟ تجارب كلها كذب والله، شبيكم؟ هاي المرة الثانية هم طفت مثل ما تشوفون. هاي التجربة الأخيرة. مثل ما شفتوا بعيونكم ولا تجربة نجحت. ليش؟ لأن كلها كذب وأكو غش بالموضوع، لأن سويناه قدامكم وما صار، ما معقول هذا الشيء. المهم حبايب قلبي اذا حبيتوا هاي التجارب لا تنسون تخلونا لايك، تشتركون بالقناه، تروحوا تتابعونا على الانستغرام، وان شاء الله تضيفون تجارب جديده. باي باي.